إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أعزائي طلبة رابع إعدادي، مرحبا بكم في يونت 1 وتمرين ب صفحة 16. شرحنا في درس سابق عن اللغة العربية والإنجليزية، وقلنا أن هناك بعض الكلمات يعني المرادفات دخلت اللغة الإنجليزية بسبب غزو أقوام أخرى مثل الأنجلو سكسون وغيرهم إلى إنجلترا، فدخلت كلمات أخرى. فهنا في هذا التمرين يقول لك المرادفات، يقول لك complete the second sentence so it means the same، تعني نفس الشيء as the first، كما هي الكلمة الأولى. Use words from the books each time، استخدم الكلمات في الصندوق في كل مرة. هذا التمرين في صفحة 16 وتكملته في صفحة 17. هنا راح يقول لنا كلمات مثلا No one answered my questions، لا أحد أجاب على سؤالي. No one أيضا عاد الجملة، قال لا أحد، راح أقول answer شنو المرادف مالته، أدورها بالصندوق في الأعلى. Replied، إذا replied هي answered، إذا هذا التمرين مرادفات. نقدر نقول no one answered or no one replied to my question، لا أحد أجاب عن سؤالي. 2. Their wedding was 2 years ago، زواجهم أو زفافهم كان منذ سنتين. نقول their، إذا هو يريد بالفراغ يريد wedding. Wedding يعني marriage، الزواج. Marriage was 2 years ago، إذا wedding marriage نفس المعنى. Is the seat taken، هل هذا المقعد seat محجوز؟ شنو معنى مقعد؟ chair كرسي. فأقول can I sit on this chair، هل يمكنني الجلوس على هذا المقعد أو الكرسي. 4. Don't forget، لا تنسى. To shut the door، أن تغلق الباب. Please فراغ the door، إذا شنو المرادف مال shut؟ هي close، رجاء أغلق الباب. 5. في صفحة 17 تكملة. He didn't come to school، لم يأتي إلى المدرسة. Because he was ill، لأنه كان مريضا. He didn't come to school because he was sick، إذا اختار كلمة sick. إذا ill و sick هي مرادفات نفس المعنى. 6. Her greatest desire، رغبته أو أمنيته، is to become an artist، أن يكون فنانا. Her greatest، نقول desire، الأمنية أو الرغبة، wish to become an artist، أن يكون فنانا. إذن chair كرسي أو مقعد، sick مريض، close يغلق، replied أجابة، married زواج، ووش معناها أمنية أو رغبة. روح إلى تمرين صفحة 19، تقريبا نفس المعنى بس على شكل توصيل. match the words with their synonyms، يعني وصل هذه الكلمات مع مرادفاتها. قلنا wedding زواج، marriage، seat مقعد، chair، answer إجابة، reply desire رغبة أو أمنية، wish shut close shut يغلق، و ألقن sick المريض sick. نرجع إلى صفحة 17. في صفحة 17 عندنا antonyms اللي هي معاكسات، أيضا راح نحلها ونعرف معناها. عندنا dead ميت، عكسها alive، معاكس مالتها alive. كل واحد يسأل يقول شلون نعرف الفرق بين المرادفات والمعاكسات عندما يجينا بالامتحان؟ نقول له هو ينطيك مثال، مثلا يقول لك dead alive، وبعدين يقول لك official رسمي، تقول له unofficial، تحط له un في البداية يصير غير رسمي.
فتشوف هو حاط لك مرادف لو معاكس، different مختلف، similar مشابه عكسه، modern حديث عكسه old قديم، pure نقي أو صافي نقول impure، impure نحط له اي ام نعكس المعنى يصير غير نقي أو غير صافي. نفس الشيء بالنسبة لتمرين المرادفات، هم راح يجيب لك يقول لك wedding marriage، بعدين يقول لك seat فراغ، يقول لك chair، فأنت لازم تعرف wedding هي مرادف مو معاكس، فذني لازم تحفظهن.